مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج نساوين. كما قلت لكم باش نحكيو طاقه بعد الفصل، وحضرنا بيان سور مدام ليلى عبد القادر اللي هي اخصائيه في علم الطاقه. برجا بعثونا يحبوا يعرفوا العلم هذا من ويحبوا يتعرفوا اكثر على العلم هذا. يقول لك فاش قاعد ينفعني العلم هذا، واسكو بالحق فما حاجه اسمها علم طاقه ولا شنو بالضبط؟ دونك جبنا لكم حد بروفيسيونيل في الدومين نتاعو. دونك هات نفسروا للناس شنو هذا علم الطاقه وشنو ينجم يخرج منا كناس. نبداو اول حاجه الطاقه شنو نعرفوها. الطاقه انه هي حاجه تصير يحدث منها نتيجه. ضوء طاقة مثلا. أغلب الناس بكل أسف يعني يقول لك الأغلبية العظمى إنها لا تؤمن أن هنالك طاقة كونية أو طاقة حيوية موجودة عندنا إحنا كبشر. وباش نقتضب أنا الموضوع مش منمشيوش برشا بعيد، أين هي موجودة طاقة الإنسان أو الطاقة الحيوية عند الإنسان؟ إحنا عبارة على مجمع خلايا، جلدنا خلايا، أعضاءنا خلايا، شعرنا خلايا، كلنا دي سيلول. كل سيلول فيها ذرات، وكل ذرة فيها نواة بالضبط، وفيها إلكترونات وبروتونات وبرشا حاجات أخرى. خلينا احنا في النواة والإلكترونات اللي يدوروا حول النواة. ما يفصل بين النواة والإلكترونات ما هو إلا طاقة حيوية، ما كان يسمى سابقا The Void، Le Vide أو الفراغ. الطاقة الحيوية موجودة غادي. باش نزيد نختصر، احنا نتولدوا تقريبا كاملين وخلقناكم في احسن تقويم. اوكي، مع الوقت نبدا نخسر طاقتنا، او نبدا نمرض طاقتنا، او نبدا نعمل الامراض اللي هي ثلاثه امراض لا رابعه لها بالنسبه على مستوى الامراض الطاقيه. اما ان يكون عندنا احتقان طاقي كما تحتقن قرجومتي، او يكون عندنا انعدام طاقي، أو يكون عندنا ذبذبة طاقية up and down، مرة الفوق مرة اللوطة. هذوما ثلاثة أنواع من الأمراض الطاقية اللي تتبني عليهم بعد تالي شنية أمراضنا الجسدية العصبية والنفسية. والأمراض هذية ما تبداش كيف أنا نولي واعية وفايقة. أولا هي الكلها تتكون في السبكونشس، الكلها تتكون في اللاوعي. فهمت. كلها تتكون غادي، خاطر كان باش تتكون وأنا واعية ما ندزها ما نخليهاش. وتبدا تتكون ملي انا في كرش امي. فهمت؟ ملي انا عمري ثلاثة شهور في كرش امي. وين نتكون؟ وين نبدا نكون في الامراض نتاعي ونكون في الحاجات نتاعي. ممكن نحل قوسين بس شوية على على موضوع الجروح او جراح الطفل الداخلي الانر تشايلد، اوكي؟ اللي هو سبب نتاع برشا مشاكل عند الانسان بشكل عام. تلقى انسان كثير الغضب. يقول لك هذاك نرفوزي، طبعه لا ماهوش طبعه نرفوز، هذاك انسان عاش جرح اسمه الرفض. اش معناها الرفض؟ هذا ندخله شويه. هذا الانسان مثلا انه امه حبلت به ما عينهاش تحبل. ما تحبش تحبل، حبلت، اللي تي اوبليجي دو لو غاردي. يلا يطلع انسان عايش جرح الرفض. يقعد في اللاوعي نتاعو، يقعد في اللاوعي نتاعو نرفوزي. ويخلق سنتومز، واحنا دايوغ انا شخصيا كمعالج طاقه انا السنتومز هي اللي تخليني نعرف الجرح نتاع الانسان نتاع الشخص هذاك في الجروح نتاعو نتاع اذا ما وصلنيش للجرح نتاعو ما نجمش نخرجوا من اللي هو فيه. فهمتك. اوكي، واغلب الناس على فكره اما لا يعلمون او منهم من يعلموا ولكنهم ينكرون، اللي يعيشوا الدينايل اللي هي اصعب من انه ما يعرفش. والله اللي ما يعرفش مفايقه، اما اللي يعرف وينكر برا هذيك اش باش يبدل لك المخ نتاعو والعقليه نتاعو. هذه جرح، هذه جرح من الجروح. حكينا على الرفض. اي عندنا الهجر والتخلي. الهجر والتخلي، اما مثلا البو مات، الام ماتت، طلقوا، يخدموا الزوز وخليوا الطفل في الدار مش لاهين به، لا هي به الناني ولا لا هي به الخدامه نتاعو، او موجودين في الدار ولكن رغم ذلك هنالك هجر، لانه الهجر انك تكون بجنبي نوت اناف، لا يكفي، انك تكون بجنبي لازمك تكون بجنبي تحتضني معنويا عاطفيا نفسيا الى اخره. يطلع شخصيته اللي هو مبنيه على الهجر، معناتها سهل عنده انه يكون فما فراق مع اي شخص ولا ما يكونش سهله، بالعكس تماما، هذا الانسان يكون مسكين دائما التعلق. متعلق ما يخاف يقعد وحده. هو انسان عاش مهجور،
هو انسان عاش جرح الهجر تولي حاجه عاديه عنده الهجر ما توليش بالعكس ما عليه شو اسمه فما حالات يعمل العكس كما عندنا مثلا في حاله الظلم جرح الظلم سامحوني انا كتبت كل شيء الظلم الانسان يصبح عنده صلابه غير عاديه يصبح قاسي عندما نتعرض الى جرح الظلم وكيفاش نتعرضوا الجرح الظلم والغضب على فكره الغضب القسوه والغضب هم نتيجه جرح الظلم الظلم كيفاش تبدا انت باهيه ومحليك وكل شيء ورغم هذا اخوك خير اختك خير نجيبوا لهذاك ما نجيبوش لهذاك نعملوا لهذاك لاحظوا انه المشاكل دائما منين تبدا في اللاواعي يا ريتها في اللاواعي فقط فهمت تقعد في تقريبا اهم مراكز تقية عندنا تقعد في المشاعر اللي هي موجوده على الصدر اللي هي المركز الطاقي الصدري او التشاكرا الهارت شاكرا فهمت نجم تكون لنا مخاوف وتكون لنا فوبيات نجم تكون لنا كره الاخر بدون سبب عندنا جرح الخيانه جرح الخيانه كيفاش نوعدك انا امك ونكذب عليك انا ما قصديش نخونك راه حتى حاجه بسيطه حتى حاجه بسيطه لانه انا صغيره انا صغيره يعني ما زلت انا على فطرتي ما زلت انا على نيتي وانت تخوني بابا يعدني بالكذا اتسترا ما يصيرش هذا الشيء فهمت اوكي فتطلع عندي ما يسمى بهذه الجراح او جراح الروحيه او جراح الطفل الداخلي احنا تعدينا نجري للطفل الداخلي راه هو التصويره مجازيه نعم صح لهذا الطفل اللي داخلنا لانه كلنا عندنا اطفال ما يجيكش على بالك تحب تلعب تحب تضحك تحب تتفرهد تحب تشيخ كلنا عندنا طفل داخلي ومن ما نقلقكمش وما نفجعكمش برشا كلنا عندنا اطفال داخليه مجروحه اوكي ولكن هذا الطفل الداخلي لازم يقعد عنا لازم يقعد عنا جزء صغير اكلي باش يلعب وباش يضحك وباش يبدل جو اللي هو يمثل 20% فقط من حياتي اما اذا كان انا نسيب المقود متاع المركبه اللي هي حياتي نسيبها لذلك الطفل الداخلي المجروح باش يولي عندي كاركتير خايبين ندخل في حيط علاقاتي تفسد مع الناس علاقاتي تفسد مالك كيفاش انا اذا كان هو في حاجه لا واعيه وحاجه تغرست لي ملي انا بيبي في كرش امي وحاجات بسيطه ينجم يعملوا من الوالدين ويترسخوا عندي انا جروح كيما شايفه كيما شايفه الناس كيما شايفه الناس كيفاش عايشين مشاكل مع بعضهم علاقات زوجيه ناس مش متفاهمين ما نجموش نصلحوا رواحنا ما دام ما غير مثلا نلتجئوا لحد في الطاقه وقت اللي المعالج علاقتي وقت اللي انا نفيق انا عندي اغلب ليكا اللي يجيوني اغلبهم نقول لك في تونس غادي حاجه اخرى في تونس اغلب ليكا اللي يجيوني فاقوا جاتهم لحظه الوعي انهم عرفوا انه هما عندهم جرح وفما حتى اللي يجيني مسمي الجرح نتاعو وفما حتى اللي يجيني عارف هو علاش هكاكا ولكن رغم هذا ما ينجمش يخرج جيني عبد عمره 48 سنه ولا عمره ان شاء الله حتى 36 سنه الجرح هذاك عمره كيفاش نخرج كيفاش محتاج حد يخرج فيجيني هيلب انا نستعمل شويه كوتشينج ولكن اغلب شيء او اكثر حاجه نعملها اللي هي باش تساعد برشا الطرف او الكاستمر او الكليون تاعي اوكي اللي هي نخدم على الطاقه نعمل له الكليرينج اللي هي التصفيه الذهنيه ننظف له اللي مغروس في اللاوعي اونتخوتخ نشيل توسكي عندنا معتقدات وافكار مش معتقدات دينيه ما كل ما نعتقد فيه اوكي ونخدم له على المراكز الطاقيه نتاعو ننظفهم نعملوا كلينزينغ والنقاط الطاقيه والهاله هذوما كلهم يتنظفوا الهاله اللي هي الدور بينا ثم نعمل عمليه شحن طاقي اللي هذه تو ولا اصبح مربوط بالطاقه الكونيه والطاقه الحيويه عند الانسان فهذا الاكسيلير عمليه التشافي باش نقول لك فما ناس تتشافى وحدها فما مي سافا بخونغ اكثر وقت به انه لو فيت كو انا مثلا نعرف مثلا كاركتيري صعيب وعارف الجرح منين مش كان انا نجي لهند صاحبتي نقول لها هند راني انا وقت صغيره راه صارت لي كذا دونك انا هذاك علاش ترى كاركتيري شويه صعيب وقت اللي انا نقول المشكل نتاعي مش هذاك نوع من التداوي لان علاش خطوه هذيك خطوه نحو التشافي هو التشافي بشكل عام على اي مستوى من اي مشكل انه انا نعرف مشكلتي نعترف بها بيني وبين ذاتي اعترف بها الى هذه المراحل اعترف بها الى شخص
ثاني خارج هنا اوكي ونبدا رحله التشافي. قد كما قلت لك نبدا رحله التشافي وحدي اوكي ونكمل، ولكن سافا بخوند فريمون برشا وقت اكثر من انه انا نمشي لحد متخصص عارف النقاط وين ستوب وين الفروج وين الفيفيغ وين اتسترا. انا كليل على فكره عندي اكثر من 15 سنه في هذا الميدان وانا مازال عندي منتر وانا مازلت انا نمشي دو طون زون طون نمشي رغم انه انا ننظف ونعمل الناس تؤمن بالحكايه هذه وتجي تتعالج طاقيا و عندي هوني اي انا جيت مره زياره جيت لتونس معني زياره جافي دي تروك افير قعدت 5 موا 27 جور ما قعدتش نهار من غير كليونات مش كليون ما قعدتش نهار ما نعرفش كيفاش طاحوا بي انا موجوده كيما احنا طحنا بك كيما انتم طحتوا بيا فيكتيفمون فهمت اي وي اما العباد كيما قلت لك اغلبهم يجيو مش اغلبهم فاهمين مشكلتهم فين ويحبوا يحلوها وفما ناس يجيوك على سبب اخر خالص ملوش علاقه اساسا باصل المشكل نقعد انا عاد نبحث ديجينغ انسايد نبحث نحفر نقعدوا دي سيونس مدام باش نتعالجوا ونفضفوا دي سيونس على كل على حسب الحالات يعني انا عندي حالات مثلا كليبي بولير هذو مجموعه الجراح جراحه الطفوله اللي تكون عميقه جدا فهمت عندي ناس معايا عندهم نقعد اون ليني من بعد معاهم ولا لازم تتقابل اللي تحب نقعد معاها اون ليني نقعد اون ليني بس اغلب الناس معناتها اللي يجوني مش بعاد عليا فيجي والله عندي ناس تجيني حتى من صفاقس معناها سبيسيالمون للجلسه ويروحوا اللي ما يحبش يعمل اون ليني بس هي اون ليني اتس افكتيف يعني انه عندها نتيجه نتاعها ايجابيه 100% الطاقه تسافر على فكره طاقه الشخص ونخدم انا بالكوانتم فيزيكس عندي ماتريال مبني على طاقه الكم اللي هي فيزيك كوانتيك اوكي ماتريال هذايا معناتها الطاقة تسافر عبر الماتريال اللي عندي 10000 فوا بلو أسرع من النور أصلا من الضوء شحن كيما لي فواتور إلكتريك توا دخلت لنا الكراف مرة كل شيء بالكراف ميتافور نتاعها تعرفوا العلم هذايا جربت شي ما جربتش أما فريمون شيخ عليها كيفاش تتكلم خاطر بالحق محليه أما أنا قريته مثال في أمريكا قرينا ليتود كومبورتمونتال البيهيفيوريزم كل شيء خاطر فيما برشا حاجات في علم الاتصال داخلين بالحكايات هذوما لكن هي بيان سور على ابروفوندي ورانا في خدمتها وكل شيء وانا واحده من الناس سامتونت باش نمشي نجرب انه اي انسان متقلق من كاركتير هو من بعده من الناس ولا عمل له مشاكل مع الناس راهو يرجع ممكن جرح صار له وهو صغير دونك ينجم يعبر عليه ينجم يتخلص يتخلص منه ما انا عندي شويه اضافه صغيرون نكملوا بها اولا هي تحكي مدام هند. اوكي جي ادميري حبها لخدمتها خاطر انا نعرف شو معناها كي تعمل حاجه تحبها بمحبه جو كومبرون كيسكو سي هذه واحد اثنين اما انا ذي رساله للناس الكل على فكره انت سفيره المراه التونسيه انا نعطيها اللقب هذايا لانه هي تمثل المراه التونسيه وتشرفها زاده وما نعرفش نرمي الورود اقول ما اشعر اول درس لازم نتعلموه كبني ادمين اسمحوا لي انه نقولوا درس اوكي لانه انا تعلمته متاخر ما نحبش الناس اللي اصغر مني وقد بنتي واصغر يتعلموه مأخر فهمت اما نحبوا رويحكم كي تحب روحك مش معناتها تلبس بالقدا وتخرج بالقدا وتاكل بالقدا وتلبس بالقدا وتمكيش بالقدا وتع نو سون نفسك لا حبها تعطي قيمه الروح حبها 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 تكون انت البريوريتي نتاعها حبها احترمها احتويها ما نحتاجوش للاخر باش نعملوا قيمه لارواحنا اعمل قيمه لروحك واعرف وين تحط ساقيك واعرف شكون تخالط واعرف شنو تاكل وشنو تتعامل وشنو تخدم وشكون تحب ولشكون تعطي قيمه وقت انت تعطي روحك قيمه ديجا هذا هو من اهم الحاجات وكلامك صحيح على الاخر مدام هذاك علاش انا قلت الهند يقراوها الناس اللي انت ممكن ما قعدتش متزوجه وما جبتش صغار ما انت حطيت قيمتك في روحك وحد ما ينجم يقول فيك كلمه هند على خاطر انت اخترت وين هند تلقى قيمتها بدات ما تحبش قيمتك تكون في الدار وهاني قاعده ام وكذا لكن انا قيمتك معترف بها عالميا هند الشاوش الحمد لله باهي خلينا نشوفوا التقرير الخاص بالنساء السجينات بعد الاستقلال وبعد دار جويد ولينا نحكيو على الجريمه سورتو عند المراه التونسيه نحكيو على المراه التونسيه ونظره المجتمع لها بعد السجن فيها اللي تتعرض للرفض من محيطها من أهلها ومن مجتمعنا بصفة عامة وفيها حتى اللي معاش تنجم تخدم وتضمن قوت صغارها حتى من راجل يرتكب جريمة يصعب عليه إعادة التأقلم في محيطه
الموضوع هذا يعد مشكل من المشاكل الاجتماعية اللي يعانيها واقعنا. تقرير مهم برشا. احنا كل مره في برنامج النساوين نحبوا نحكيوا في سوجي يكون نقول لنا سيريو، حاجه مهمه اللي تمسنا العباد الكل واللي يلزمنا نطرحوها في بلاتواتنا التلفزيه ونحكيوا فيها. اليوم اخترنا باش نحكيوا على المراه السجينه اللي ما نعرفش مدام بيان سور مدام منال القدري الاخصائيه في علم الاجتماع، اسكو عندنا نسب نقولوا قداش من المراه سجينه في تونس والا لا؟ شكرا لك فاطمة. في البداية صراحة نستحضر مقولة صغيرة ولد أحمد، معناتها نلقى روحي أمام ملكة الصحراء ونلقى روحي مع أستاذة ليلى عبد القادر اللي حكينا شوي في ليكوليس، ونلقى روحي مع نادية ويدينغ بلانر مدام منجية كيف كيف. فخورة جدا بالمرأة التونسية منين بدات وين وصلت، لكن هذا كيف ما حكيت ما يمنعش اللي احنا المجتمع التونسي بتاعنا كيف ما فيه مرأة قائدة، كيف ما فيه مرأة موجودة في مراكز القرار، كيف ما فيه مرأة تبادر وتقدم وحاملة صورة تونس وسفيرة تونس في 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 ربما في أنشطة في بلادنا وإلى البرة. كيف كيف راهي فما فئة مجتمعية مهمة اللي هي المرأة اللي موجودة في السجون اليوم التونسية، معناتها مهم جدا إنه الموضوع هذا نتطرق له. أنا خليني نقول في علاقة بالأرقام، نستحضر الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الإدارة العامة للسجون والإصلاح، هكا شوية أرقام نستحضرها. من هو مثلا عندنا في سنة 2012 موجود 575 سجينة، نقدم شوية سنة 2013 كان عندنا 566 سجينة، سنة 2014 كيف كيف كانت عندنا 656 سجينة، تراجع لكن تراجع ديما يكون طفيف. سنة 2020 وصلنا ل 677 سجينة، يعني نسبة 3% تقريبا من السجناء اللي موجودين. آخر تحيين ربما أنا اطلعت عليه اللي هو في سنة 2022 اللي هو كان موجود عندنا فيه 705 سجينة، يعني امرأة مقابل 21887 رجل. وربما الفرق هذا في النسب ما بين المرأة والراجل باش نشير له شوية بعد في الأثار وفي كيفية التعامل مع المرأة وقت اللي تخرج للمجتمع التونسي. أنا معناتها معلش برشا سجينات ولا يعتبر برشا؟ هي النسبة قليلة، لكن احنا وقت اللي نقولوا هي فما مقولة تقول اللي يقال أن المرأة هي نصف المجتمع، لكن حيث أن المرأة هي التي تربي النصف الآخر من المجتمع فإنه المرأة هي كل المجتمع. يعني أنا إذا كان نقول موجود مرأة اليوم في السجن من السجون التونسية، أنا كمرأة تونسية يمسني صحيح، ونعرف اللي باش يأثر، ونعرف اللي المرأة هذيك وراها أسرة وراها أفراد يكونوا جماعة، والجماعة هذيك راهي جزء من المجتمع اللي ربما غدوة باش يكون لي غير سوي وإلا غير سليم وباش يأثر لي في بلادي كل اللي هي عزيزة. مش عارفة شو أنواع ممكن الجرائم اللي دخلت عليهم المرأة؟ هي أغلب الدراسات وأغلب التقارير معناتها أغلب التهم اللي موجودة إنه موجود السرقة، فما حتى الجرائم الأخلاقية خلينا نقول زنا دعارة وغيره، فما حتى التعاطي والترويج المخدرات موجود أيضا القتل، موجود الاحتيال، موجود حتى المشاكل العائلية يعني تكون المرأة متهمة فيها، وموجود حتى مشاكل أخرى. يعني التهم الحقيقة موجودة نوعة موجودة موجود. نعم معنا من الفئات الكل. توا المرأة اللي تدخل السجن، هو المرأة ولا الراجل، أي إنسان يدخل السجن يقعد في حاجة محبوزة توجع سانسيغمون بالتأكيد، ولكن النساء الموجودات في السجون متاعنا هل هما نساء مثلا قولينا صغار في العمر ممكن هي أخطاء متاع الصغر يقعدوا تعاقبوا عليها، وإلا فما نساء هكية كبار في العمر وواعيين وكل شيء وهم اللي صارت لهم المشاكل هذه وقعدوا مسجونات، يعني يكونوا أمهات نقصد وحاملات نقول لنا لأسر ويعيلوا في صغارهم واللي تحب أنت وتدخل للسجن؟ هو في علاقة كيف ما حكيت فاطمة بمتغير السن، هو تقريبا موجود الكل، يعني موجود الشابة، موجود المراهقة اللي أغلبهم ربما يكونوا في قضايا وإلا في تهم تعاطي المخدرات والترويج وغيره، النصب والاحتيال والسرقة وغيره، ربما جرائم القتل تكون لي أكثر بالمتزوجات اللي أغلبهم ياخذوا سجن مدى الحياة، يعني ربما هذه اللي موجودة. بالنسبة للمتغير السن صراحة وللأسف هو موجود الكل. موجود الكل أي. أنا حبيت نشوف إسكو ممكن نسبة أكثر للي ما زالت صغار مش واعية وتعمل أخطاء وتتحاسب عليها ساعات سنوات كبيرة وما في بالي موجود الكل، لأنه زاد هذا احنا كيف في علاقة بمتغير السن، يعني أنا نقول الأصغر سن زاد راهو لي أكثر بالتنشئة نتاعو.
ربما المشاكل العائلية كيف ما كانت تحكي مدام ليلى في علاقة مثلا بالعنف داخل الأسرة، حاجة معناتها تكبر بها البنية ولا يكبر بها الولد، هو بيدو العنف اللي تاخده في المحيط الضيق متاعها هو بيدو اللي باش تخرج به للشارع، اللي باش تخرج به للمدرسة، اللي باش تخرج به للكوليج، ويتواصل معناتها يتواصل معها. هنسي هذوما اللي ما نحنش نحكي على المؤبد ربي يخفف عليهم، اما نحكي على الانسان اللي يخرجوا من السجون، وانت كاخصائيه في علم الاجتماع اكيد صاروا لك حوارات معاهم وتعاملت معاهم وسمعتهم ونعرف اللي معناتها بالحق معناتها الاتحاد المراه ولا وزاره المراه كلهم يعملوا في برشا مجهودات، انا خدمت معاهم ونعرف المجهودات اللي يقوموا بها، ولكن هل نسي هذوما كيفاش تتعاملوا معاهم باش يرجعوا للمجتمع، كيفاش ينجموا يتخلاو على نظرة العائلة ليهم بداية من العائلة ومن بعد نحكيو على المجتمع الجيران وغيره، كيفاش يتصرفوا بعد ما يخرجوا؟ هو في البداية احنا وقت نقولوا مرأة سجينة وكملت المدة المحكومة بها وخرجت للمجتمع، معناتها هذه حاجة ربما مسلمة وهي ما زالت في السجن تبدأ حاملة في العقل الباطني متاعها اللي هي مطرودة من المجتمع، اللي هي منبوذة من المجتمع مهما كانت جريمتها، مهما كانت جريمتها. احنا مجتمعنا التونسي معناتها العقلية المجتمعية والثقافة المجتمعية تقول هذا معناتها، والكلمة هذه ممكن نسطر عليها معناتها اللي وهي المرأة مستبطنة، هذا اللي أنا في السجن راني صرت منبوذة، اللي أنا في السجن ربما عائلتي حاليا موصومين أكثر مني أنا قبل ما أنا نخرج، بالتالي المرأة السفي خرجت للمجتمع وباش تواجه المجتمع نكونوا متأكدين اللي راهو فما أثار نفسية، والأثار النفسية هذه أغلب الدراسات شنو تقول؟ تقول المرأة ملي تخرج تعيش القلق، تعيش الأرق، تعيش الاكتئاب، فما معاناة داخلية، فما إحباط، فما حتى دراسات حالة أنه نساء يفكروا في الانتحار، فما نوع من العدوانية وقت اللي تبدا حتى العائله نتاعها ترفضها، البو والام يرفضوها والاخوات يرفضوها والا حتى المحيط الجيران يرفضوها، فما حتى اللي يفكروا في الـ في الـ في الانتحار، ما هو اخلاقي ربما، فما حتى خليني نقول اثار اخلاقيه انه المراه نفسها ترجع لنفس الحاجه اللي دخلت بها للسجن في يوم ما مثلا دخلت للسجن وكانه نفسه ريت، وكانه الوصم اللي يوصلها من عند المجتمع والا من عند الطرف الاخر ياخذ العقل الباطني نتاعها وترجع لنفس مثلا دخلت على تعاطي المخدرات وغيره تبعد عليها مده ومن اللي ترجع موصومه حتى اذا ما تسمعهاش ربما تتقال يعني في ظهرها كيف ما نقولوا احنا بالتونسي اللي هذيك نتاع المخدرات، هذيك اللي تعاطت، هذيك اللي روجت، هذيك اللي قتلت، هذيك اللي عملت عنف، هذيك اللي عملت كذا، العقل الباطني نتاعها ياخذ هذا وبطبيعه الحال اذا هي باش تكون شخصيتها ضعيفه وشخصيتها مش قويه وباش تعاود تقف على رجليها كيف ما احنا نقولوا راهي بالمؤكد، وفما حتى معناتها دراسات حاله تقول بانه نفس المراه ترجع بنفس التهمه للسجن حتى كانها ام مدام موجود، دراسات الحالة تقول بهذا لأنه المرأة هي وشخصيتها، وإحنا حبينا ولا كرهنا يعني المرأة التونسية إحنا صنفين، يعني المرأة التونسية الضعيفة اللي كل شيء يأثر فيها، ربما حتى كلمة تجبر لها بخطرها وربما حتى كلمة ترجعها للخطر، وموجود المرأة القوية اللي ربما صارت دراسات حالة تقول لك إي أنا أخطأت، أنا غلطت، أنا عملت خطأ، أنا اليوم موصومة مجتمعيا، أنا اليوم عليا تيتر كذا وهذا مقلقني، أنا اليوم ما فماش تواصل بيني وبين عائلتي كيف ما أنا نحب، أنا اليوم خسرت أصحابي، خسرت أصدقائي لأنه عندي تيتر كذا، عندي وصم كذا، أما لا، أنا كلام الناس هذاك مثلا راني باش نحطه كيما التراب ونقف عليه ونعاود نبني شخصيتي من جديد. والدولة قاعدة تعمل في مجهودات، علاش قلت لك أنا نعرف معناتها شنو يخدموا ساعات في الاتحاد وزارة المرأة وغيره، اللي هما يوفروا لهم ساعات تخدم، يعملوا لهم دي فورماسيون باش كي تخرج من الحبس تخدم حاجة اللي تنجم تعيلها هي كاميرا. هو شوف فاطمه باش يمشي فيهم هذوك نبدو واضحين، هما الحاجات هذوما موجودين ومؤكد ربما انا بكاسكيت السوسيولوج متاكده انه دولتنا تونس تجتهد، لكن ربما انا ربما تكون انا كمقترحات تخرج من عندي يعني في البرنامج نتاعكم ومن المنبر هذا، احنا من المفروض في السجون راهو يكون فما مختص اجتماعي ومختص نفسي، مش تقول لي ايه راهو موجود، اما انا وقت اللي نقول لك مثلا سنه 2022 عندي 705 سجينه وباش تقول لي راهو فما مختص اجتماعي واحد ومختص نفسي واحد، نقول لك ما يكفيش. مش تقول لي علاش؟ لانه المختص الاجتماعي والمختص النفسي راهو ماهوش باش
يدرس حالة المرأة اللي موجودة تحت تحت السقف متاع السجن ما بين جدران السجن. لا راهو باش يكون فما تواصل ما بينه وما بين عائلة المرأة، راهو باش يكون يتبع حالتها حتى بعد ما بعد ما تغادر السجن، كيفية التأقلم متاعها، كيفية اندماجها. ربما هذا الكل لازم 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 ناخذوه بعين الاعتبار. الحقيقة حاجة أخرى لهنا يمكن أن نرجع المسؤولية، هو موجود، أما الإعلام نعرف بقولنا اللي هو السلطة، يعني لما لا تكون ديما موجودة هك الومضات اللي تورينا المرأة التونسية اللي نفتخر بها، اللي تورينا أي المرأة التونسية راهي فما عنا صنف من النساء راهم أخطأوا دخلوا السجن. أما إحنا كلنا راهو نتمنوا إنه عنا سفر نساء في السجن، معناتها هذا كله يريد ديما يكون موجود. سمحني حتى لطف يا ربي، واحد يسوق راهو يضرب حد في كربة 21 يوم راهو في السجن تولي موصوم اللي تقتلت عبد راهو فاش نحكي وفهمت. معناتها كلنا معارضين، ما يزلنا كلنا. وزاد التفرقة ما نجمش نحط حتى الرجال، ما نجمش تحط راجل يقتل بحذا راجل اللي يتعاطى ولا راجل دخل على شيكات زادة ولا امرأة نفس الحالات. دونك يلزمنا حتى في السجن والله علاش ليه ما نعملوش الاختيارات هذوما، ما نجمش الكل مع بعض. خاطر اليوم تخلك على خاطر اكسيدون تاع كهرباء، غدوة بعد ما المعاشرة هذيك اش يطلع يروج لك في المخدرات. والله معناها هذه من الحاجات تقولي بسيكولوج وسوسيولوج سي تري انتريسون، خاطر وقت اللي نتعامل معاه نبدا نفهم هل هو شخصيته قاعده تتبدل كيما تخل والا لا، وهو بيدو لي فيق هو بيدو لي ديريجيه يقولوا هكا غلط هكا صحيح. وهذيك مهمته، وهذيك مهمه السوسيولوج وهذيك مهمه البسيكولوج اللي ضروري يكونوا موجودين بعدد قد يناسب العدد السجينات مثلا اللي موجود عندك. وكلهم بطاله سامحني موجود. اي والله كلهم السوسيولوج كلهم بطاله قاعدين في الدار، استغلوهم في المكاتب البريفي ولا الاتاتيك، استغلوهم في في السجون. هذا هو الحاجه المهمه في اي قل لي نادي. حاجه اخرى مهمه ياسر، السوسيولوج كي هو باش يخدم كيما قلت انت خدمته مشكله مع السجين، خدمه مع العائله البرة، يعني انت السجين تهيئ له الارضيه قبل ما يخرج، كان هم مثلا العائله مش قابله يصير صلح بين العائله والسجين قبل ما يخرج، خاطر اسهل لانه وقت مازال فما شويه تعاطف معاه، فما شويه حاجه مش كيما السجين كي يخرج سي لو مالي فيه شنو يمكن يقبلوه اسهل خاطر سي وحر. فكما السوسيولوج مهم جدا دوره انه باش يأثر العائله ويأثر السجين كي يخرج يلقى تيغام قابل قبل ما يخرج. اكيد خاطر بالحق موضوع هام جدا، معناه هو السجن والا الكونفينمون دون مانيير جينيرال هو تروماتيزم صدمه، والصدمه هذيك باش تخلف لنا برشا حاجات، باش يكون اللي قالت عليه توا مثلا فما حتى اللي يحب ينتحر ولا اللي يرجع للجريمه، معناه هذيك الكل ستريس اللي هو يجي بعد الصدمه هذيك. دونك هنا لازم معناها مرافق نفسي سواء بسيكولوج سواء كوتش سواء عندنا راهو في تونس برشا تبارك الله لي كومبيتونس اللي هما حتى باش يقويوا له شخصيته. صحيح باش خاطر راهو العباد كما قالت يحطوا تيكي على شخص، لازم بالحق انت من داخل تكون عندك شخصيه قويه وتفهم اللي انت الغلطه هذيك سلوك نتاعو ما يحددش الشخص، السلوك نتاعو هو ربي يغفر. معناها انسان خرج نعطيه صفحه جديده فرصه جديده كما قالت بيان سور توعيه المجتمع الكل. معناها انا نعرف اليوم ديزومبلويور والا شركات مثلا يقول لك ما نخدمش حد كان علاش والله ساعات نقول علاش اعطيه فرصه جديده، معناها كي ما تخدموش انت كي ما تخدموش انت نجم يرجع لك اللي كان يعمل فيه. معناها هذا هو بالضبط بالحق. اي ماله ريت تعطي مثال نتاع كراها ريت عدي. لا 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 شفت تو كنت تقعد معايا كهو. انا نحب نقول حاجه مهمه برشا، سانغيف با كوزوتخ وي برشا عباد كيما قلت انت عطيت مثال باهي نتا واحد يعمل اكسيدون يقتل عبد باش فما ديجا السجن التحفظي هكا ولا دونك سا ناغيف با كوزوتر. وحاجه اخرى مهمه برشا سي لانسيرسيون سوسيال بروفيسيونيل فاميليال الريكونفيرسيون من بعد لبرشا عباد اللي احنا سي فغي ناقصين فيها برشا في تونس. شوف في امريكا مثال كيفاش يعملوا يعاونوهم يجيو يقريوهم غاديكا يجيو يعاودوا يعملوا لهم دي زاتوليي مثال هو نجار يعملوا لهم دي زاتوليي نتاع نجاره دي زاتوليي نتاع يعملوا راهو في سجوننا لازم يعملوا حاجات بوغ اكومباني التكوين على خاطر الناس كل تغلط. انا ما نحبش وماذا بيا ما نشوف حد حد كما قال يرجع يخرج المجتمع في عود يخرج ما نقول انا سامحوني طالح او ناقم يخرج صالح يخرج قاعد يحب يعمل حاجه يحب اوكي ربي غفور رحيم وانا بيدي خليني ننفع المجتمع نتاعي يا اخي نعمل اسرتي نلم صغيراتي اللي تشتوا هذا هو
اللي يلزم العبد كي يخرج به مونتاليتي من الحبس، مش اي هذاك اللي عمل لي دخلني الحبس نرجع ننتقم منه ونعاود ندخل الحبس. هذا ممكن وما يزيد الطين بله. انا نقول للاسف هي راهي موجوده جوسكا مينون في مجتمعنا التونسي جو دي بيان. احنا اليوم الرجل سجين مش كما المراه سجينه. المراه سجينه عادي صارت دراسات حاله في عائلات تونسيه الام والبو والا الاخت والخو يهزوا القفه لخوهم مثلا في السجن وللاخت ما تمشيش. لا خاطر يقول لك الحبس للرجال يسعاروا منها. المراه اللي نعرفها هذه راهي عندها تاثير نفسي كبير 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 على المراه. وحاجه اخرى فاطمه ماذا بيا تجبد عليها المره الجايه خاطر مالكش تو ما عندناش وقت كافي باش تحكي عليه. حاجه مهمه برشا، اسكو كي يخرجوا من السجن نتاعهم باش يكونوا تبدلوا، علاش ما لقاوش حاجات بديله كما يعملوا في امريكا يخدموا باغ اكزومبل يحطوهم يخدموا في حقل ولا يخدموا في حاجه عامه حاجه بيبليك عقاب العقاب العقاب اخر يعملوا لهم ان براسلي باش ينجموا معناها لي كونترول وكل شيء. خاطر انا ما يظهرليش اللي بالحبس هذاك باش يوصلوا يتعلموا فما برشا ما نحكيش على اي فما نوعيه من بيان كو انا من الناس راني نحب نستعرف. انا اليوم عملت سكارير معاكم نستعرف. انا من الناس فار اكزومبل اللي انا والله اللي انا فار اكزومبل جو سوي بور لا بين دو مور. انا نحب العقاب اي علاش للارهابيين للي سمحني يغتصبوا صغار ولا مراه كبيره ولا مراه عاديه ولا اللي هو فما دي كريم اوديو لازمهم بذكم يتعاقبوا. وانا نحب وانا نرجعوا خاطر احنا عندنا راهو القانون موجود ماهمش قاعدين يفعلوا فيه. اما حكايه نتاع الشيكات ولا حكايه اخرين ما فيها باس يخدموا الدوله حطوهم. احنا عندنا برشا حاجات فما توا منحه توا ماشيين فيه هذايا نتاع اللي يعملوا خدمه اجتماعيه نقول انا في عوض العقاب بالسجن واللي هو يخفف برشا حاجات. مع وزاره البيئه توا على النظافه يحطوهم هما يحطوهم يخرجوهم اللي موجود في بعض الدول موجود في بعض الدول يخرجوهم على برشا هذايا موجود باقتراحات مزيانه اذا نكملوا نخدموا برنامج يعطيكم الصحة. اقتراح الكرهب ديجا انا كنت نحكي على الكرهب وانت لا دونك ميرسي بوكو على حضورك ميرسي على لي سوجي ميرسي على التفاعل نتاعكم يعطيكم الصحة. خلينا نشكر مي بارتنير نبدا بجوزيل لونج اند سبا نلقاوها في حدائق كارتاج دونك تلقاوها بحث سال دو سبور اللي هي هارد بيت تلقاو تليفوناتهم تطلبوهم في الفيسبوك ولا في الانستغرام تطلبوهم وتاخذوا الرونديفو نتاعكم ونوعدكم اللي عندهم دي باك خاصة للعرايس حاجة ياسر مزيانة كما نشكر زادة فوكسا للبوتيك نلبس من عندها نلقاها في طريق الحبيب بورقيبة في ميغرين البوتيك الأولى والثانية نلقاها في المروج واحد. ميرسي فوكسا تدخلوا لهم تمشوا لهم للشوروم نتاعهم راهم تلقاو حاجات ياسر مزيانة بوغ لي فام. ميرسي زادة نايلة عند باي إلهام نلقاوها في حدائق العوينة تطلبوها زادة إلهام باش تاخذوا لو رونديفو نتاعكم تمشوا تستمتعوا بحذاها. ميرسي فريق الإعداد زميلتنا هالة بن زيتون. ميرسي الفريق التقني. ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله الخميس الجاي بسلامه.